لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يا ابو علي، يا وقعة الطف كم عين بك انذرفت، وكم إلى الدين من ركن بك انهار. تزلزلت فيك أرض الله وانسكبت، عين السماء دمياً، والعرش قد مار. أفيك يقضون آل المصطفى عطشا، والماء طام، فليت الماء قد غار، ويصبح الصيب شلوا فيك تصهره، شمس الهجير على الرمضاء، إصهارا وحوله آله صرعا، كأنهم جزر الأضاحي عليها التور قد ثار. جادوا بأنفسهم في حب سيدهم، وقد رأوا لبثهم من بعده عارا. يا للرجال لمقتولين، ما كبد لهم تأن ولا نعش لهم سايا. رهن الفيافي لا ترى لهم إلا السوافي، ووحش البر يلا ويا زوايا. يا رب يا أقبرا، أيام أيامك يا حبيبي، أيام الزوار
يا أكبر بعراس الطف هشت لنا حزنا يؤجج في أحشائنا نايا يا رايا ما زرت أرضك إلا هيجت شجنا ومدمعي فاض من عيني مدرايا يا رام يا كربلاء كم فيك صاحت من صوايا يا كربلاء كم فيك ناحت من نوايا على غريب في ترابك ظل طايح وحسرتي ردت ضلوع الأعوج آخ نلت الفخر يا كربلاء دون الأراضي نلت الشرف يا غاضرية ذبحة حسين تعنى لك الزوار من كل البلادين لا وين يا زوار قالوا الغار لا وين يا زوار قالوا أرض الضفوف لما تشوف انت الآن المسيرات التي بدأت تزحف على قبر الحسين واللي ما يتوفق إلى الزيارة شوف الحسرة تنتاب في قلبه على قبر الحسين لا وين يا زوار قالوا أرض الضفوف انزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف وحسين مرمي والعوادي فوقه الدور يا شالة وبراسة وجثة ظلت رمي يلا اريك ونك ونه ونه بحرانية هذه قل كل الفخار نلتينا كل الفخار نلتينا سمعني ها يا كربلاء من حظك كل الفخار أرض المدينة روضة وبغداد في مأجورها وانت عليهم فيستي بالجثة طوبى إليك من تربة يا الساطعة يوم القيامة الجنة يا الله مكتوبة الزوار أبدا فلا يتحاسب من يندفن يلا وياي كل الفخار نلتينا كل يا حبيبي سمعني ها يا كربلاء من حظك كل أعيد لك يا حبيب طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوى يوم القيامة
أيام الجنة مكتوبة أبدا فلا يتحاسب من يندفع. كل الفخار كل الفخار اي والله كل الفخار يا كربلاء من حظك عافاك يا حبيبي. كل الفخار يا حسين كلنا نعتني لك كربلاء نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك يا الله ندخل الحاير بالبوايا هاتي ولطم الأيام الأيام هذه ندخل الحاير بالبواكي ولطم ونحوم مثل الجلاب لفارق حمي وبكل فريض الروح للحاير الشيء من مشهدك نطلع يا ونقصد زور القمر الأزهار أبو جفوفك أعيد أعيدها زور القمر الأزهار أبو جفوفك شيال بركم أسور الهاش وشايف الزوار يجي يسلم على اليوم المؤمنين في المسجد في الماتم ويسأل الناس منو عنده حاجة اللي عنده مريض اللي يريد الدرية اللي عنده حاجة ملحة. لكن بعد احنا عندنا سؤال لزوار الحسين هذا السؤال عظيم على قلبي فاطمة يا زاير ضريح حسين مني بلغ رسالة الزم لي الضريح وصيح ودموع العين همال أريد صرخها قل الصدق يا ابن النبي صدرك وطاح الشمر وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال إمامنا الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام لهشام بن سالم يا هشام إن العاقل اللبيب والذي يكثر الصواب في مخالفة الهوى. أطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الكلمات الواردة في وصية إمامنا الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يكون كلامنا حول ثلاثة أمور. الأمر الأول حول معنى الإرادة، والأمر الثاني حول أثر الإرادة في عمل الإنسان، والأمر الثالث حول العوامل التي ننمي من خلالها قوة الإرادة في نفوسنا. في هذه الليلة نتناول أمرين، الأمر الأول والأمر الثاني،
والأمر الثالث بما يتعلق بعوامل تنمية الإرادة، نشير معه معكم أيها الأحبة إليه في ليلة غد إن شاء الله. الأمر الأول حول معنى الإرادة. ما معنى الإرادة؟ الإرادة كما عرفها العلماء بأنها السلطة النفسية على فعل الإنسان من عدمه. كل إنسان منا نفسه هي الفاعلة على كل فعل يعزم عليه هذا الإنسان. لهذا وضعوا فيها ثلاثة أمور: الإرادة هو تصور الفعل أولا، والأمر الثاني هو ماذا؟ فوائد الفعل. الأمر الثالث وهو التحرك، اللي أيضا يعرفه علماء الكلام. التحرك يعني نحو، أو السعي نحو الإقدام على هذا الفعل المعين. مثلا أنت الآن قاعد ببيتك الليلة، قلت والله الليلة أنا أروح مثلا أستمع إلى الخطيب الفلاني في الحسينية الفلانية. هذا في حد ذاته شنو؟ تصور لهذا الفعل. هل أذهب لهذا الاستماع لهذا الخطيب أم لا؟ أو أذهب إلى المأتم أم لا؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الأول يتصور الواحد فيها الفعل اللي يقوم به، وهو أن الليلة في قراءة مثلا في الحسينية. الصورة الثانية وهي التي تؤثر في عمل الإنسان، هل أن الذهاب إلى المأتم فيه فائدة أم لا؟ طبعا الإنسان إذا بينظر بصورة عامة حول حضور المآتم وفوائد الجلوس في مآتم الحسين سلام الله عليها، حتى يعني اليوم أنت يمكن قد الإنسان يطرح بعض العوامل التثبيطية، والله يقول مثلا والله ودي أروح المآتم، لكن هذا الخطيب أروح أخاف يكسر رجاينا، يكسر أظهرنا، يقرأ لي ساعة ساعة ونص مثل سيد موسى وغيره، ها شو وديني أتسمع أنا؟ خلني أقعد بالبيت أطالع لي أخبار، أطالع لي التلفزيون، أطالع لي مجلس يبثه من خلال التلفاز، قايم قاعد أخذ راحتي، صح لو لا؟ فيتصور الفوائد. طبعا إذا هذا الإنسان ما عنده خلفية لفوائد الجلوس في المآتم، يعني منها ما ورد عن إمامنا الرضا عليه السلام، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: من جلس مجلسا، وهنيئا لكم أنتم، ترى أنتم في نعمة أيها الأحبة والله، هادي إن الآن على مدار السنة كل اللي تحضر، وأنا شفت الآن بعض الآباء ما شاء الله عليهم يحضر إلى المأتم ويا الأذان، والبعض يجي من الساعة 7، والبعضهم 7:30، وبعضهم ما شاء الله الساعة 8، يقعد له من 3 لـ4 ساعات كل يوم. لبالك جلوسك مكوثك أنت الآن لو كشف لك الغطاء، والله يا مؤمن لرأيت نفسك في روضة من رياض الجنة. وهذه من الأمور اللي تخلي عند الإنسان عزيمة، وتكون عنده أيضا قيمة لفوائد هذه المجالس. مو جاي أنت جالس عايبتنا بس هي شربة شاي وتأكل لك الروتية وهالبصمة وفمال، لا، هم فيها فوائد كثيرة. أولا لقاء المؤمنين، الأمر الآخر التعرف على المرضى، التعرف على المحتاجين، وغيرها من الثواب والفوائد اللي يتحصل عليها المؤمن من خلال ما ينتهل من فكر وعلوم أهل البيت بركة هذه المنابر. لهذا شو يقول الإمام؟ يقول: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. بعد اسمع الفائدة عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ما اجتمع جمع من شيعتنا في محفل من محافل أهل الأرض إلا وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وما فيهم مهمو إلا وفرج الله همه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، ولا مريض إلا وشافاه الله من مرضى. كم عدنا من المؤمنين الذين قضيت حوائجهم ببركات محمد وآل محمد. لذلك أنت حضورك في مثل هالمآتم إليها قيمتها، إليها ثوابها، إليها قدسيتها. ولذلك يحاول المؤمن بحضوره بقدر المستطاع
أن يتحصل على هذا الثواب وما يخسر ثواب حضوره في مآتم سيد الشهداء سلام الله عليه. إذن التصور الثاني وهو ماذا؟ بغض النظر قد يجي واحد يقول والله مثلا أنا مستواي أعلى من هذا الخطيب اللي يقرأ، عندي شهادة عليا وعندي تخصص معين، ما ينظر إلى فقط من زاوية معينة اللي يمكن من خلالها ذاك البعيد يعطي هذا الإنسان مساحة إلى الشيطان حتى يثبط عن الحضور لمآتم الحسين سلام الله عليه. لا، قد ما تقدر. الإمام يقول من جلس مجلسا، بغض النظر احنا الآن لما نروح لمجالس المراجع، الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين، شلون يحافظون على إقامة هذه المجالس وقدسيتها؟ يعني أنا شفت بعض المراجع العظام شو يسوي مجرد أن تذكر مصيبة الحسين يقوم من كرسي قد على الأرض. طبعا يوم العاشر يحضر مجلس الحسين وهو ماذا؟ حاسر الرأس لعظمة هذا المصاب الجلل العظيم اللي أشرنا في الليالي الأولى في كلام الإمام زين العابدين قبل شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال وأي رجالات منكم يسرون بعد قتل الحسين. ولذلك أنت تحضر الماتم حتى لما تحضر تحضر شنو؟ بهيئة الحزين، لأن أيضا لو كشف لك الغطاء لرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لرأيت فاطمة التي أيضا وعدنا كثير من الكرامات التي حدثت. يعني أحد المؤمنين خبرنا يقول يروي قصة لإحدى المؤمنات اللي كانت تحافظ على إقامة مجالس العزاء في بيتها، شو حتى أذكر لك في مثل هالفوائد وفيوضات وبركات وعطاءات أهل البيت سلام الله عليهم. يقول دعت خطيب من الخطباء كان يقرأ في منطقة وخطيب مشهور على مستوى، اجت لي امرأة طلبت أن يقرأ مجلس في بيتها، وكل مرة تقول لي كان يتعذر الخطيب، كل مرة تقول لي يتعذر الخطيب بكثرة المجالس والطلب على ذاك الخطيب. لكن يا سبحان الله يوم من الأيام ألحت عليه تلك المرأة إلى درجة أنها كانت تبكي وهي تتوسل إليه بأن يقرأ مجلس في بيتها. يقول أنا جيت إلى البيت بعد ماكو أحد في بيتها، يقول أول ما أدخلتني هذه المرأة عجوز كبيرة في السن، تقول جلست فقدمت إلي الماء والشاي، يقول بعد لحظة قامت فتحت الباب وهي تدخل إلى بيتها وتبكي تبكي، لكن يقول أنا أستشعر أنه تتحكى ويا أحد من الناس، لكن أنا ما أنا جايف من اللي قاعد تتحكى وياه، من اللي قاعد تتحدث وياه. فعليه يقول فقالت لي اقرأ، يقول فقرأت ذلك المجلس وهي الوحيدة الفقط التي كانت تستمع إلى ذلك المجلس وكانت تبكي بكاء الثكلى. يقول بعد الانتهاء من المجلس أيضا يقول لاحظتها أنها فتحت الباب وقامت وهي أيضا تودع من أدخلته إلى بيتها. يقول بعد أن أغلقت الباب سألتها تلك المرأة رأيتك فعلت هذا الفعل، لكن أنا ما شفت أحد دخل إلى المجلس وطلع إلى المجلس. فقالت له يا هذا إن مجلسي هذا في كل يوم تزورني فاطمة الزهراء. وكانت تقول تزورني في كل مجلس أعقده على مصاب ولدها الحسين، وكانت إذا حضرت في مجلسها يقول لها لكن أنا ما شفتها، قال كأني أشوفها، تحضر في كل يوم متجلببة بالسواد ناحلة الجسم بأبي وأمي معصبة الرأس تبكي مع من يبكي على مصاب ولدها الحسين. وائد الكرامات اللي يتحدثون عنها دولة الأولياء والمؤمنون. فعليه إذن تصور الفعل ثم فوائد الفعل، بعد ذلك تأتي ماهية وحقيقة الإرادة. هنا إذا الواحد منكم يا مؤمن يعرف ثواب الحضور في المآتم وقدسية المآتم وآداب المآتم وعظمة هالمآتم يحضر بغض النظر يقرأ فلان يقرأ علان، يكفي في حد ذاته الثواب ومواساة محمد وآل محمد. هذا الأمر الأول. للأمر الثاني، ما الفرق بين الحكم وبين الاعتقاد؟
وهو أثر العمل على فعل الإنسان. الإنسان قد يتصور تارة ماذا أمام قضية معينة أو موضوع معين أن هذا الموضوع واضع أمامه الأدلة والبراهين القائمة عليه جلية وواضحة. لذلك هنا يقول علماء الفلسفة، وهذا بحث فلسفي وإن كنا لسنا في مورده لكن من باب الإشارة، أكو فرق بين الحكم وبين الاعتقاد. قد يعتقد كل واحد منا بقضية معينة وبصحتها وبالأدلة والبراهين القائمة عليها، لكن ليس لازما أن يؤمن بما يعتقد به أو يتيقن به. ليش؟ قد يقول قائل وهذا خلاف العقل، خلاف العقلاء، خلاف المنطق. العقل منطق العقل يقول ما دام هناك قضية معينة وهذه القضية سواء كانت عقائدية سواء كانت قضية اجتماعية، كل قضايا التي تكون أمام الإنسان في حياته قد تكون عليها الأدلة والبراهين قائمة وواضحة وجلية، لكن ليس لازما أن يؤمن بما يعتقد به الإنسان في نهاية المطاف. شلون تفسير هذا الكلام؟ هنا يقول علماء الفلسفة ماذا؟ أن الإنسان منا يمتلك قوتان، عندنا قوة عقلية وعندنا قوة قلبية. ما الفرق بين القوة العقلية والقوة القلبية؟ القوة العقلية شنو وظيفتها أيها الأحبة؟ وظيفة العقل أمام كل قضية من هذه القضايا هو التحليل، هو الإدراك. قضية مثلا عقائدية أمام هذا الإنسان عندما يقف عندها ويبحث عن مناشئها، عن أسبابها مثلا، ولو وردت هناك بعض الإشكالات، بعض الشبهات، من خلال ما يدرك هذا العقل، من خلال ما يحلل، يصل إلى نتيجة حتمية، لكن بشرط أن يكون هناك انسجام بين هاتين القوتين، القوة العقلية والقوة القلبية. القوة القلبية شنو وظيفتها؟ وظيفتها شنو؟ الإذعان، وظيفتها التصديق، وظيفتها التشكيك، وظيفتها التكذيب. لذلك يقولون هذه العوارض تطرأ عند الإنسان، التكذيب، التصديق، التشكيك، ليست من عوارض العقل وإنما من عوارض القلب. لذلك لابد أن يكون انسجام بين القوة العقلية وبين القوة القلبية. ما دام هناك انفصال بين هاتين القوتين التي يمتلكها الإنسان ما يصل إلى النتيجة الحقيقية الواقعية. هذا المعنى أشار إليه القرآن في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. خلنا نجيب أن أمثلة حتى أبين لك الانفصال القائم بين القوى العقلية وبين القوى القلبية. مثلا على مسألة الاعتقاد بوجود الله سبحانه جل وعلا، الآن أنت الآن لما تسمع بعض الملحدين وإن كان الإلحاد على قسمين أيها الأحبة، أكو عندنا من ينكر وجود الله سبحانه جل وعلا، وأكو عندنا مو بس أنه ينكر وجود الله، عندنا هذا النوع اللي هو أشد إلحادا يسمونه علماء الكلام بالصفصطائيين. شنو معنات الصفصطة؟ الصفصطائيين يعني اللي ينكر حتى وجود نفسه، أنت ويا قاعد يقول لك أنا مو موجود، هذا بالله عليك أنت شلون تقنعه؟ شلون أنت تحله؟ قول هذا الإنسان مثلا الملحد النوع الأول اللي ينكر وجود الله، طبعا هذا ما يمشي ويا آيات، يجيب لي آيات من القرآن، يجيب لي مثلا أحاديث عن النبي وعن أهل البيت، هو حتى أول يؤمن بوجود الله عشان يؤمن شنو؟ يؤمن بالنبي صلى الله عليه وأهل البيت. وعندنا النوع الأخطر والأشد وهم دول أهل الصفصطة اللي ينكر وجود شنو؟ كل يقولون في اعتقادهم أن كل ما في هذا الكون من موجودات كلها وهم وخيال. واحد من علمائنا من فلاسفتنا دخل ويا واحد، ولذلك ليش اليوم مثل دول اللي يطرحون بعض الشبهات، إذا أنت لست من أهل الاختصاص مشكل لما تدخل في نقاش مع أحد هؤلاء. لذلك لا بيدخل واحد شنو متضلع في علم الفلسفة، في علم الكلام، في علم العقيدة.
لذلك أحد فلاسفتنا قاعد يا واحد يناقشه يقول لي مثلا هذا الآن الجبل اللي أمامك موجود لو مو موجود؟ قال لا هذا وهم وخيال، هذا مو حقيقة. قال واو. قال لي الآن الشمس اللي أشوفها؟ قال مو موجودة. أشار إليه إلى أيضا موجود آخر، قال لي هذا الآن موجود لو موجود؟ كل ما يشير إليه قال لي أنت موجود لو موجود؟ قال لا أنا مو موجود. قال لي زين. قاعد وياه وأمامهم برجة سباحة، قال لي هذا الآن تؤمن البرج اللي أنا قاعد وياك يمه موجودة لو موجودة؟ قال بعد هذا وهم وهذا خيال. هذا ايش سوى؟ أحمق بعد، قام شاله وشطف بفلته في البرج، صلحنا رماه. لما لما في الماء قال لي ليش سويت هالشكل؟ قال مو أنت تقول هذا الآن وهم وخيال؟ شلون أثبت لك الحقيقة إنك أنت اللي تعيشه، تعيش من أفكار كلها وهم وكلها خيال وتنكر أيضا أصل وجودك؟ هذا مشكل. لكن استطاع شنو؟ أن يرجع إلى عقله ويدرك بهذا الفعل الآن الذي قام به عندما حمله ورمى به في تلك البركة، وصل وياه إلى حد. زين، النوع الأول من الإلحاد هذا يقول لك إن الله سبحانه جل وعلا غير موجود، غير خالق، غير صانع. زين، أنت الآن شلون هذا توصل وياه إلى نتيجة؟ قلنا أنه ما يمكن يجيب لي آية من القرآن، ما يمكن يجيب لي حديث من أحاديث النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، رغم الأمير في كلماته. ها؟ يعني مو بس الآن كلمات الأئمة وتوجيهات الأئمة، أرجع الآن لكلمات الأمير وكلمات الإمام الصادق سلام الله، خصوصا في مسألة الأمور العقائدية وإثبات وجود الله سبحانه جل وعلا. إحنا نقول في كلمات الإمام في دعاء الصباح: يا من ذل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. القرآن بعد إحنا تمر علينا آيات في القرآن الكريم تدعونا إلى التفكر في مخلوقات الله. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: التفكر في مخلوقات الله أفضل من عبادة سنة. قال لي أحد أصحابه: سنة يا ابن رسول الله؟ قال سنتين. قال لي واحد ثالث: سنتين، ثلاث، أربع، خمس. إلين وصل الإمام سلام الله عليه: التفكر في مخلوقات الله أفضل من عبادة 70 سنة. ليش؟ أنت الآن كل ما رأيت لهم مخلوق موجود في هذا العالم الإمكاني وقلت سبحان الله، سبحان الخالق، هذا شو يصير في نفسك أنت؟ يصير تعظيم وتقديس لذات الله المقدسة. لذلك أنت كل ما عظمت الله قدر تعبد الله على قدر ماذا؟ على قدر معرفتك بالله سبحانه جل وعلا. فعليه، فهذا القرآن أيضا يوجهنا إلى مسألة التفكر والدليل العقلي، بعيد عن دليل الآيات وبعيد عن دليل شنو؟ الأدلة المروية على النبي وعلى أهل البيت. أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض؟ إحنا ما بنروح إلى الأرض لأن يشوف هالدلائل والعلامات موجودة أمامه وينكرها، لأن اليوم مثلا تقول الآن الجبال، البحار، الأنهار، ها؟ هذه الطبيعة الجميلة والخلابة، يقول لك أن الدنيا وجدت نفسها بنفسها. على اصطلاحنا نقول ضربة أعمى صادت شنو؟ صادت حجر. وانت انت قاعد يرجع الى عقلك. اولم يتفكروا في خلق السماوات، يعني القرآن الله يأمرنا بشنو؟ بالدليل العقلي والمنطقي. خلنا نجي الان نبين من خلال الامثلة، منروح بس الى السماء. اولم يتفكروا في خلق السماوات؟ تعال اليوم احنا الى هذه السماء، السماء الان كل واحد منا سواء مسلم او غير مسلم، جود لك واحد حتى بالطريق واحد إنسان غير مؤمن بالله، لو تسأل هالسؤال قول له هالسماء الآن لو طالعها أنت من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، هل أنها قائمة على أعمدة؟ جاوبني، هل أنها قائمة على أعمدة؟ هذا دليل على شنو؟ دليل عن هذه السماء من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. أليس العقل، منطق العقل، يدلل على أن هناك من هو ممسك لهذه السماء من أن تقع على الأرض؟ وهذا اللي درسناه احنا من صغرنا في المدارس وعلمونا وياه، أن البعرة تدل
على البعير. انت الان تمشي في البر وشفت خطوات الى جمال الى حصان الى اي او الى مخلوق او الى بشر، وهذه كلها دليل على ماذا؟ شنو بتقول؟ بتقول هذا الطريق قد مر عليه من؟ هذه رجل انسان، هذه رجل اجلك الله حيوان، صح لولا؟ وان الاقدام تدل على المسير. قول لي زين بالامر المنطقي والعقلي، الان هذه السماء، وطبعا احنا نشوف واحده، بينما هي كم سماء؟ بارك الله فيك، سبع سماوات. التفت شوي حتى ابين لك عظمه الخالق سبحانه جل وعلا. اللي يقول الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام: والذي ارتفع في السماء العلا وقرب فشهد النجوى. انت تشوف الله يمكن بالنسبه لك شنو بعيد، لكن هنا شنو؟ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فهذه السماء انت الان لو كشف لك الغطاء، سبع سماوات وكل سماء فوق سماء، ايضا السماوات اللي في السماء السبع كلها على بعضها من غير أعمدة قائمة. هذا أمر. الأمر الآخر تعال، هذا المثل أنت اليوم على اللي ينكرون وجود الله، هذه السماء تعال للنظم الموجودة فيها، رب المشرقين ورب المغربين. أنت كل يوم يمكن إحنا مو ملتفتين إخواني أبائي، الشمس تطلع من الشروق إلى الغروب، ما تطلع من نفس المكان، كل يوم تطلع ليه شنو؟ تطلع من مكان آخر. لاحظ أنت الآن بعضكم يشوف اليوم القمر وين؟ جهة يمين، يوم جهة شمال، يوم في وسط السماء، يوم يشوفه كبير، يوم يشوفه صغير، صح لو لا؟ الآن الليل، وأنت الآن تقرأ حتى في بعض الآيات، الآيات في القرآن، أشار بعد أئمتنا في دعاء الصباح كأمير المؤمنين في دعاء الصباح عليه أفضل الصلاة: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. يعني شوف دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل. تعال بعد، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. شوف هالأمور، دخول الليل، طول الليل، قصر الليل، طول النهار، قصر النهار. التفت أيها المؤمن، هذه اليوم الفصول اللي تمر عليك، يوم حر ويوم برد ويوم غيوم ويوم أمطار، هل بالعقل والمنطق أن هذه النظم الموجودة في السماء هل أنها تدير نفسها بنفسها؟ خلي اليوم هذا على جانب، تعال اليوم إلى ما وصل إليه العقل البشري. اليوم العقل البشري وصل إلى هذا التطور العمراني، صح لو لا؟ اليوم أنت تروح إلى أمريكا، تروح اليوم إلى أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، روح إلى الصين وروح شوف ناطحات السحاب، والتفنن المعماري والهندسة المعمارية اللي وصل إليه اليوم العقل البشري. لكن اتحدى أي واحد يجيب لنا اليوم برج من هذه الأبراج أو هذه الأطلال المشيدة، هل أنها قائمة من غير أعمدة؟ موجود؟ شوف المفارقة أخواني أبائي، الدليل العقلي. بعد اليوم استطاع العقل البشري عبر الاختراع والتطور يصنع هذه الطائرة الغير من غير طيار، اللي تصور الأهداف المعينة وتقصف الأهداف المعينة، هل تستطيع اليوم هذه الطائرة اللي وصل نعتبر اليوم هذا تطور واختراع كبير عقلي على عقلي وعقلك وعلى جميع عقول أبناء البشرية، هل تستطيع هذه الطائرة غير طيار أن تقوم بكل وظائفها من دون مهيمن، من دون كنترول، من دون مبرمج؟ حتى اليوم إحنا الآن يقولون الصين ما خلوا شيء، سيائر الصينية الآن الموجودة اليوم واللي غازية اليوم أسواقنا في الخليج وشايفينها، فيها من التطور التقني اللي ما كان موجود صح له حتى اليوم على مستوى اليابان على مستوى الألمان. اليوم تطور خطير في العقل البشري، وشوف هذا التسابق وهذا التسارع، وهذا التسابق بين هذه الدول العظمى في الصناعة وفي الاختراع. اليوم حتى السيارة اليوم في زمان تقدر توقف في البارك، صحيح ولا لا؟ توقف بنفسها بنفسها، لكن لازم تكون هناك شنو؟ تكون هناك مبرمجة، تكون هناك موجه من يبرمج هذه السيارة لكي تقف مثلا في الموقف وتمارس هذه الوظيفة بنفسها. اليوم إذا كان على هذا المستوى الخطير من التطور والاختراع اللي وصل إليه العقل البشري،
ونؤمن، وهذا يؤمن بمسلم وغير مسلم، أن هذه الوظائف لا تقوم إلا بمهيمن، إلا بمسيطر، إلا بمبرمج. فكيف بهذا الكون اللي فيها النظم وفيها الأقمار وفيه القمر وفيه الشمس وفيه النجوم وفيه الكواكب وفيه الأفلاك، وهذه الأمور التي أشرنا إليها، هل يعقل أيها الأحبة أنها تدير نفسها بنفسها؟ أم لها شنو؟ أم إلها مدبر؟ شوف الإنسان هنا لما يجي يتجرد من عصبيته ويتجرد من غروره ويتجرد من هواء ويرجع إلى العقل الذي به عبد الله، الذي به عرف الله. لذلك إذا تجرد من غروره وعصبيته واتباعه لهواه يصل بالنتيجة بالعقل والمنطق إلى حقيقة، وهو إثبات وجود الخالق وهو الله سبحانه جل وعلا. مثال آخر أيضا، وهو أيضا حتى أبين لك الانفصال. لذلك هذا ليش يصير ملحد، ليش يصير كافر؟ لأن ماكو هناك انسجام بين عقله وبين ما يؤمن به قلبه، والأدلة واضحة وجلية أمامه. بتقولي ليش ما يؤمن؟ لأن هناك انفصال. بعد مثل الموت، الآن الواحد يمكن من لما تشوفه يخاف من مسألة الموت. هذا الآن اللي يخاف من الموت، إخواني آبائي، إشارة في خادم الحسين صلى الله على محمد وآل محمد، يلا شيخ محمد، فعليه فضل مولانا، فعليه. فمثلا يجيب لك واحد الآن يخاف من مسألة الموت، هذا الآن اللي يخاف من الموت، لو جيت له مثلا قلت له تعال فلان اكو عندنا جنازة الآن، وهالجنازة ريدك تبات وياها في هالغرفة، ونصق عليك الباب ونطفي عليك الليت ونقول لك نام ويا هالجنازة إلى باكر، هذا بالله عليك إذا يخاف من الموت ينام يا هذا؟ إذا على قولتنا ما خلوه ويا جنازة ثانية، صح لو لا؟ شوف اللي يخاف من مسألة الموت، ليش أنت تقول لي مثلا ما تنامي هذه الجثة يا هذه الجنازة؟ يقول لك مثلا يمكن في أي لحظة يقوم، يمكن في أي لحظة يطلع منه صوت، يمكن في أي لحظة يصدر منه فعل. تقول لي تعال هذا الآن أمامك ميت أمو ميت، يقول لك أمن أن هذا ميت، بس قلبي من الداخل يقول لا بعده قد يكون. هذا اللي يعبرون عنه الفلاسفة بشنو؟ بالانفصال. ها؟ يعتقد بحقيقة الموت، هذا يقول الميت المسجى أمامي ميت، لكن شنو؟ ليس لازما أن يؤمن بما يعتقد به، هذا اللي يعبرون عنه بالانفصال. ها؟ كذلك في مسألة حتى خلافة أمير المؤمنين مثلا، هذا اسم مسألة عقائدية أيضا أخرى. ها؟ في العقيدة انت تستغرب من بعض الباحثين والمفكرين، والبعض يمكن اللي يتكلم عن الإمام علي وعن أهل البيت وعن فضائلهم وعن مقاماتهم، نرجع ونقول أيضا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليش ما يتبع علي بن أبي طالب؟ بتقول لي أدلة، أقول الآن نروح لأرباب الكتب، يعني أشرنا إلى بعض كلمات علماء أهل السنة، منهم ابن أبي الحديد المعتزلي، اللي يقول يعبر عن علي بن أبي طالب بأنه معجزة الدنيا. ليش ما يتبع علي؟ آيات عامة نزلت في علي، آيات خاصة نزلت في علي. بعد يقول ابن عباس سمعت حبيبي محمد، لو أن الغياض أقلام والبحر مداد والإنس حساب والجن كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. لذلك علي بن أبي طالب يعرفونه حق المعرفة، ولذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم، تارة هذا المنشأ. شوف اللي يخلي الإنسان شنو يصير عند هذا الانفصال، واللي يدعو إلى محاربة علي وإلى بغض علي، وماذا؟ بما وصل إليه من مقام عظيم. وانت شايف مقام علي بن أبي طالب باعتباره أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ يدخل واحد على الإمام الصادق يقول له في من نزلت هذه الآية يا ابن رسول الله؟ قال فينا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام محمد وآل محمد.
شاعر ايش يقول؟ تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مأسور ومسلوم ومسموم ومقتول بسيف عنادي. هذا بسامراء وذاك بكربلاء. الحسين لما أقدموا على محاربته وقتالش كانوا يقولون للحسين؟ كانوا يقولون إلى الحسين: قاتلناك بغضا لأبيك. وإن حاول ذولا عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين سلام الله عليه، وش كان يصف الحسين؟ كان يقول أمام الناس تشوف التضليل اللي مارسه يزيد وأتباع يزيد، يقول لأن الحسين هو الكذاب ابن الكذاب، من يقف إليه؟ يقف لعبد الله بن عفيف، يقول له: الكذاب أنت وأبوك، ومن ولاك وأبوك. يقول له: أتقتل أولاد النبيين يا ابن مرجانة وتقوم مقام النبيين أو الصديقين على منابر رسول الله؟ وهذا من هوان الدنيا على الله. الشاعر يقول: ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما هدد بأبي وأمي بالقتل مش كان يقول؟ يقول لأمام طاغية زمان: إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لذلك الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام اللي لما قتل أبيه الإمام الحسين بقي يبكي عليه إلى آخر حياته ليلا أو نهارا. يدخل واحد من غلمان يشوف الإمام يقول لي: سيدي أما أنا لهذا البكاء أن يقل؟ إلى متى هذا الحزن؟ إلى متى هذا البكاء؟ انت واحد يقول لكم انتون الانصار لكم كم تبكون على الحسين؟ مو مضى على قتله اكثر من 1000 عام؟ ما جفت الدموع على الحسين لولا؟ وشوف السر يا مؤمن كلكم الان الموجودين، لفاقد ابو، فاقد ام، فاقد زوجه، فاقد اولاد، فاقد اخ. يا سبحان الله، كم انت راح تبكي على عزيزك وعلى حبيبك هذا مهما كانت مكانته في قلبك؟ بتبكي 3 ايام في ايام الفاتحه؟ بتبكي شهر؟ بتبكي سنة؟ إذا مر عام على فقدك للعزيز تشوف البعض يمكن تدمع عيونه، ما نقول ما تدمع على عزيزه، لكن أثرها ووقعها يختلف عن البكاء على الحسين. وهذا سر من أسرار الله كرمه لسيد الشهداء. والله سر. أحد خطبائنا وقاري في الحسينية المباركة الشيخ زهير البلادي أستاذنا يقول سنة من السنوات في التسعينات، بداية 96 95 هالشكل، يقول أقرب لندن، يقول يوم العاشر من المحرم زاوية المجلس قاعد واحد مستبصر إنجليزي، وإحنا نتلو شايف أنت الآن الشيعة يوم العاشر لما يتلى مصاب الحسين على مسامع المعزين شو صير بيهم أخواني آبائي؟ يتباكون، يصير تهيج، يصير تفجع. يقول بعد انتهائي من المجلس يسألني هذا، يقول لي: كم مضى على قتل الحسين؟ قال لي: أكثر من 1000 عام. قال: الله أكبر، لا إله إلا الله، مضى على قتله أكثر من 1000 عام ويبكى عليه كأنه قتل من ساعته. يقول هذا سر من أسرار الله، لبالك اللي أعطاه الحسين لله وللدين، أكو هناك بالله عليك من هو أكرم من الله؟ لذلك أيلام إمامك زين العابدين إذا بكى على أبو صباحا ومساء؟ وشلون كان يريد يزرع هذه الحالة وأنت اليوم في نعمة الآن؟ يقول: إن لقتلي الإمام صادق، إن لقتل جدي الحسين حرارة في قلوب شيعتنا لن تبرد أبدا. لا تبردها اليوم بظلمك للآخرين بإصرارك على الذنوب وعلى المعاصي، لا، خل هذا اليوم الحرارة شنو؟ متقدة مستعرة في النفوس. يقول الإمام: أنا قتيل العبرة، ما ذكر مصابي عند مؤمن أو مؤمنة.
الله أكبر. وهنيئا لمن تدرف عينه على الحسين. ادخل إمامك إلى سوق القصابين يجي إلى هذا القصاب يقول لي يا هذا هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال سيدي إنا معاشر القصابين لا نذبح الكبش إلا بعد أن نسقيه ماء. التفت إمامكم إلى ناحية كربلاء ويلا ويا الزوار ويرفع ايده ويسلم على أبو السلام عليك يا أبا عبد الله ولكنك ذبحت عطشانا ضمانا. لا يذبح الكبش اقرأ وياي حتى يروى من ضمئين ويذبح ابن بنت رسول الله عطشانا. يدخل يدخل على أبو حمزة يشوفك جالس الإمام أمام الطعام والشراب وقد مزجه بدموعه يقول له سيدي إن القتل لكم عاد وكرامتكم من الله الشهادة. يقول لي صحيح يا أبا حمزة لكن سؤال اسمع هذا السؤال. يقول لي هل أن سبي النساء لنا عادة؟ هل أن حرق المخيمات لنا عادة؟ يا والله يخصم إمامك. ها يقول له والله كلما وقعت عيني على عماتي وأخواتي ذكرت فرارهن يوم كربلاء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. اعذرني ها. والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين. آخ ديك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون. شيل وياها. ديك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفترون. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون وبفرد ساعة وسدوهم حر لترى. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح داك الشباب اللي بصباح العريس مذموم. لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوع ما خلت النكربة لشيخ بعد. وشفت سيدي قرحت قلوبنا. ها انت ما انت شايف اذا انت ما انت متحمل واكثر من الف عام قتل الحسين. شايف امامك اللي تتمثل لي المصيبة لحظة بلحظة وساعة بساعة. يقول اسمع. يقول بعيني نظرت حسين بيد الطفل مذبوح وام الرباب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونينه وعينه الدور كل ما طلع منا بدر بالمعركة غاب. يقول لي لا تلومني يا أبو حمزة المصايب اللي شفتها عظيمة. يلا يا حبيبي طالبين مني هالأبيات. يا أبو حمزة تعاتبني وكنك تجهل الأسباب. أجوابك يا أبو حمزة تعاتبني وكنك تج ما أقدر يا أبو حمزة أبطل روحي ما أقدر
مصايب قلبي ما تنعاد، كفاية مصيبة الأكبر. بدر يشبه رسول الله، شفت أقباله يتعفر. بدر يشبه رسول الله، شفت أقباله يتعفر. وبلحظة يا أبو حمزة تكورها الشباب وغاب. يلا ويا يا أبو حمزة تعاتبني وكنك تجهل الأسباب. سمعني يا موالي، يا أبو حمزة يا حبيبي ها، وكنك تجهل، إذا مصيبة بتذبحني مصيبة عمي العباس. جميع الروس شالوها قبل الأجساد ما تنداس. اسمح البيت يقولوا من ضرب العمد ما ظل يا أبو حمزة العمي راس، وحسين انكسر ظهره من شاف الأخو من صار. يا أبو حمزة يا أبو حمزة تعال وكنك تج، أريد أسمع صوتك يا حبيبي ها يا أبو يا حبيبي. ولا أبويا صعب أحكي لك يا أبو حمزة عن أحوالك، كفاية السهم المثلث وقع في وسط دلالة، ولل من الصدر من شال بقوة من الظهر شال. لل من مناد وحسين، لل من الصدر من شال بقوة من الظهر شال. بعد ما طاح ظل يجمع إليه وساء دم التراب. يا أبو حمزة تعاتبني وكنكتي، اعذريني يا فاطمة يلي حاضرة في هذا المجلس، اعذرني يا رسول الله، اعذرني يا أبا محمد، اعذرني يا صاحب العصر والزمان. بعد ما ضل أبو اليمة متوسد على الرمال، أريد صرخها، جاه الشمر يا ويلي وعلى صدر صعد بن عام. لجل خاتم يا أبو حمزة بتر ليخ انصر الجمال، لجل خاتم يا أبو حمزة بتر ليخ انصر الجمال. ما أقدر يا أبو حمزة أكمل والله ما أقدر. يا أبو حمزة تعاتبني ش عندك يا شاعر البحرين يا ملا عطية على لسان الإمام بيت الدعاء، وأسألك الدعاء مأجور على هالدمعة يا حبيبي. ويلي ومصيبة اللي هي جات حزني عليا، عاينة صدر حسين تحت وحسين حزة وكريمة وركبة
الطير شحكي يا ابو حمزه وش عدد من هالمصاب. هذا البيت بعد قاسي يبكي امامك اليوم جمعه، ها شو يقول امامك في زياره الناحيه؟ لا ابكين عليك بدل الدموع دما. اي مشهد اللي يبكي عليه؟ دخول عمه زينب الى مجلس يزيد سبيه. انا ما نكست راسي لجل ذبح الصنم، ما قصروا في الغاية ضرية زلزلوا نكس الراس دخول زينب مجلس حسين وبعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب. يا الله نقسم عليك بغربة زينب بمصيبة زينب، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللي عنده حاجة. سالت دمعة على مصاب الحسين وغربة زينبها، يتوسل بهم، ترى دول أبواب من أبواب الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان يجيب المضطر إذا دعا، أجب المضطرين يا الله واكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفي كل مريض من خصصناهم بالدعاء من عليهم بشفائك العاجل يا كريم. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اجعلنا واجعل سوار الحسين في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد. احفظ جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا الاجتماع الشريف إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.